بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي محمد عادل، ساكن في شبرا الخيمه، نازل النهارده في المظاهرات تأييدا للشرعيه وضد الانقلاب وضد القتل اللي حصل، ضد اخواتنا اللي ماتوا في رابعه والنهضه، ودي حاجه ما يختلفش عليها حد. قال الله تعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يا جماعه احنا بننزل بننصر ديننا، بننصر اخواتنا اللي ماتوا، حرام ان هم دمهم يروح حضر. انزل شارك، بس مجرد مشاركتك هتؤجر عليها وتاخد عليها ثواب. انت في بيوتها، انتوا قاعدين في بيوتكم مستنيين ايه؟ اخواتكم اتقتلوا، الناس اللي انتوا قاعدين في بيوتكم، قاعدين في بيوتكم منتظرين ايه؟ انت قاعد في بيتك منتظر ايه؟ انت الناس بتتقتل في الشوارع، مظاهرات ماليه كل الشوارع وكل الدنيا، القمع، الجيش بيقتل في الجيش المصري، اول مره يقتل في الشعب المصري على يد السيسي. طب انت منتظر ايه تاني؟ حركة شباب 6 ابريل اللي هي خاوتة دماغنا بالحريات وبالعدالة الاجتماعية وبالحرية، انتوا فين دلوقتي؟ انتوا فين والسيسي عمال يقتل في الشعب المصري؟ ليه ما بتطلبوش بالحرية بتاعتكم اللي انتوا كنتوا خابطيننا بيها؟ ليه جابة الانقاذ كلها دلوقتي فين؟ جابة الانقاذ كلها اللي كانت بتدعم السيسي كلها دلوقتي خايفة، مرعوبين. ليه؟ لأن نظام القمع عاد تاني، نظام القمع عاد تاني، ونظام الجبروت رجع أكتر من الأول، وأمن الدولة رجع أكتر من الأول. وعشان كده بنقول إن الشعب المصري كله ينزل، الشعب المصري كله لازم ينزل. الثورة دي مش هتكمل غير بالشعب المصري كله ينزل، وإحنا مش هنستسلم، إحنا مكملين. لو السيسي قتلنا كلنا برضه مكملين، هيطلع ولادنا من بعدنا مكملين. أنا عايز أقول لو كل الشعب المصري ده إرهابي كنا احتلنا أمريكا أو فتحنا أمريكا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. الكذب باين جدا للي عايز يشوف الكذب، والخيانة باينة جدا للي عايز يشوف الخيانة. اللي مش عايز يشوف، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الحمد لله الذي هدانا، ونرى بصائر كثير من المسلمين وكثير من المصريين، والحمد لله رب العالمين. السيسي بان كذبه وبان عواره وبان ولاءه لأمريكا ولإسرائيل. والمسجد الأقصى دلوقتي اليهود عايزة تحتل المسجد الأقصى، وإحنا مرسي أول ما اتضرب بس صاروخ في غزة، رئيس وزراء مصر وصل لغزة. النهاردة المسجد الأقصى بتاع المسلمين اللي ربنا ذكره في القرآن، ثالث المساجد، إحدى القبلتين، بيحتل دلوقتي من اليهود، ومحدش همه حاجة. سينا شعبها بيتضرب، المصريين الموحدين بالله ورفح المصرية دلوقتي بتعزل. ليه؟ عشان خاطر الجيش الموحد، الجيش اللي بيحارب اليهود في غزة، اللي كرهوا المصريين والمسلمين فيهم. إن شاء الله الانقلاب هيسقط قريب، في أقرب وقت، في أقرب فرصة الانقلاب لازم يسقط، لأنه خرج عن الشرعية، خرج عن كل أي مرحلة انتخابية عملناها، من أول انتخابات استفتاء 19 مارس اللي هي استفتاء الدستور، والاستفتاء على مجلس الشعب، والاستفتاء على مجلس الشورى، وانتخابات الرئيس. ومهما عمل الانقلابيين هم بيسقطوا البلد، هم بيخربوها. احنا مش هنتنازل عن قضيتنا، قضيتنا قضية الشرعية، القضية مش قضية اخوان ولا قضية اي حد، ولا هم بيقولوا تخريب، بيقولوا ارهاب. احنا سلميين، احنا طول عمرنا نفضل سلمية، طول عمرنا سلمية، وهنفضل ان شاء الله بسلميتنا اقوى من الرصاص. ولازم ان شاء الله هننتصر في الاخر. القضيه قضيه حرب على الاسلام، مش قضيه اخوان ولا قضيه ارهاب. فين هو الارهاب؟ الارهاب مش موجود، الارهاب عند الانقلاب، الانقلاب هو الارهاب. مجموعه من الناس قالوا لا يسقط حكم العسكر، وناس قالوا وافقوك وراحوا التحرير، واحد تديله جوائز والتاني تديله رصاصه في قلبه. ده عدل ربنا يا سيسي يا خاين يا جبان يا سفاح؟ بنقول لك يا سيسي هترحل، هترحل. احنا الشعب وبنقول لك هترحل، مش هيفضل حكم العسكر. احنا ومن بعدنا اولادنا حتى، واحنا واثقين ان هيرحل حكم العسكر، النهارده ولا بكره هيرحل حكم العسكر. هتمشي يا سيسي، بندعي عليك يا سيسي، مخليين لك كل سهام الليل، كل سهام الليل اللي هي الدعوات بتاعت الليل بندعيها عليك، عليك وعلى كل واحد شال بندقيه وقتل مسلم بريء، سواء في رابعه او في النهضه او في رمسيس او في كل المذابح والمجازر اللي عملتها يا سيسي.